أحسن حاجة لمكافحة البرد عسل بالليمون، أحسن من أي أنتيبيوتيك. ما عنديش برد، عندي حساسية. عندك حساسية من إيه؟ أكيد لما وقعت في النيل. توبر كنت قابل لواحدة ست. المهم إن ما كانش باين عليها كمية الشر دي لما جت. هي جت لك؟ قعدت تسألني جوز خاطب، أنا رفضت وأنكرت، تلاقيك أنت اللي اتدبيت وقلت. خالص ما قلتش أي حاجة. كل حكاية كنت بكلم ماجي، قلت لها حبيبتي هنلبس الدبال ونثور عن النافورة كويس إنك لسه عايش. المهم ماجي دلوقتي مستنياني. أنا مش عارف سر اهتمامك بيها إيه؟ يكونش في حاجة يا جابر، دي خدمة إنسانية. خدمة إنسانية على مين؟ لا ده أنا عمك يا ولد. طلع تليفونك كلمها اعتزلها. بتكلمها من تليفونك أنت؟ وقع في النيل يا حلو. صح، وقع في النيل. اكتب 01. الله كمان حافظ يا نمرة. قسم يا ولد. ما تستلمنيش. اكتب 01. يا جماعة، بليغ اتصل وبيعتذر للظروف خارجة عن إرادته، احنا آسفين. هو العريس خلع ولا إيه؟ استني يا عزيزة، الغايب حاجته معاه. بقولك إيه يا عزيز؟ قوم، البوفيه فتح. ظروف إيه دي اللي تخلي واحد يتأخر عن خطوبته؟ حالة وفاة؟ بعد الشر. حادثة عربية؟ فلا الله ولا فعلك. ولا يمكن حادثة عربية توفى فيها؟ والله يا جماعة أنا هكلمه وأطمن منه وأقول لكم، ده طبعاً لو ما كانش السبب الثالث يعني. عن إذنكم عزبناكم معانا. استنى، أنا طول عمري مش مستريح للشخص ده خالص. بقولك إيه، ما دام الموضوع كده يعني ما تيجي خلص في العريس اللي جاهز. قلت إيه؟ إيش؟ إيش؟ ألو؟ مساء الخير يا هانم. أنسة ناجي؟ ماجي. أنسة ماجي، ماجي. أيوه. مين؟ نعم يا فندم. لا أنا جابر عمه، قصدي عمي بليغ. أيوة بليغ. هو فين بليغ؟ فين بليغ؟ لا هو حصلت له ظروف كده. وقع في النيل. إيه حصل له إيه يعني؟ حادثة عربية؟ حالة وفاة؟ هو نفسه مات في حادثة عربية؟ هو حضرتك عمل كده، وقع في النيل. وقع في النيل؟ ايه؟ غرق؟ بينف دلوقتي. قصدي بنلف حواليه يعني عشان نشوف وضعه ايه حضرتك. لا هو ان شاء الله احنا هننشفه دلوقتي. طب لو سمحت ممكن تديني العنوان اللي هو فيه دلوقتي؟ عارفة حضرتك الجمالية؟ أيوة، مش جنب الحسين؟ ادي ظهرك للاسم. ندمانة والله ندمانة قوي 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 قوي. مش الحمد لله خرج سليم وما غرقش؟ وده اللي مندمني على فكرة. ليه مثلا يعني مثلا ما يكونش معايا مسدس أو سكينة فأقتله وأخلص منه وأرميه للسمك ياكله مثلا؟ تودي نفسك في داهية ليه وعشان مين؟ عشان نفسي، عشان ناري تبرد، عشان كرامتي. على فكرة أنا ما بحبوش، خلاص بطلت أحبه خلاص. يا بنتي احمدي ربنا إنها جت على قد كده. هو شاف غيرك، أنت شوفي حياتك كمان وفوقي بقى من الوهم اللي أنت عايشة فيه بقالك سنين طويلة. مش قبل ما أعرف هي مين. وهتستفيدي إيه؟ هترميها في النيل رخرة ولا هتأكليها للسمك؟ لأ، هعرف هو اختارها ليه وفضلها عليا ليه. شايف فيها ايه احسن مني؟ تلاقيها هاديه وراسيه، مش شعنونه ومجنونه زيك وراميه نفسها عليه. حكم الرجاله دول يموتوا في الست اللي تدوخهم وراها السبع دخات وتجريهم وراها. على فكره لا، ممكن تكون واحده مايصه عماله تتسهوك كده وتتدلع عليه عشان تضحك عليه وتبلفه وتاخد اللي وراه. تضحك عليه ليه يا هبله؟ امله قوي سي بليغ بتاعك ده
ولا عشان الثروة بتاعته. بص يا مامي، أنا مش هيهدالي بال غير لما أعرفه مقامه وأوريه هو خسر مين وأطلع عينيها بنت الجزمة دي. وهتلاقي بنت الجزمة دي فين؟ ها؟ سهلة جدا على فكرة، أنا لما أحط حاجة هنا بعملها يعني بعملها، وهتشوفي. ربنا يستر. الخطوبة ودبلة ونافورة، أهو وقع في النيل، خليه بقى يروح النافورة عوم. الحمد لله حرارتك مش عالية. مش قلت لك حساسية؟ الحمد لله، ربنا يطمنك يا دكتورة. ما قلتليش أنت إيه اللي وقعك في النيل؟ واحد صاحبي رزيل هزر معايا هزار تقيل. مع إن أنا ياما قلت له اختار الصاحب الصح. أنا بحاول أهو يا جابر. بس أنا برضو مش فاهمة، أنت إيه اللي يوديك تهزر مع واحد صاحبك وفي بيننا معاد؟ بص حضرتك، أنا السبب. أصلها كان عليا فلوس لصاحبه ده قبل ما يجيله، قلت له روح أمليك اديله الفلوس اللي عليا، أنا ما بحبش أنام وعليا جنيه واحد. ليه بقى؟ بيجيلي حساسية والبطاطين بتقعد تشكشك فيا. أنا آسفة ظلمتك معايا، كنت فاكراك بتنفض لي ومش عايز تيجي تخطبني. أنا نفض لك؟ خص عليك يا مليك، خص عليك. مش تقول لي المسألة فيها خطوبة يا راجل؟ مش بجد كده وكده؟ يعني ايه كده وكده؟ يعني انا اللي ورطته وهو طلع شاب وما رضيش يكسفني قدام اهلي. لا ما انا مربيه على كده، بليه طول عمره جدع وراجل. والله انا كنت عايز شنطتي وبس يا جابر. تعرفوا انكم لايقين على بعض ممكن الخطوبه دي تبقى بجد فعلا؟ عارفة لما الواحد زر الحشرة كده كركديه الساقع بيرطب اللوز، وانت دكتورة وعارفة، اعمل لك كوباية كركديه الساقع. شكرا، انا مش عايزة اعذبك. لا تعذبيني، ايه عذابك هنا وتعبك راحة. عن اذنك اجيب الكركديه. ميرسي يا ونجيتي. على ايه؟ أنا قلت بالمرة أجيب لك شنطتك اللي فيها ورقك المهم. بس؟ الحقيقة لا، قلت كمان عايزة أقول لك ما تبقاش محرج مني، يعني أنا هعرف أتعامل مع بابا ومامي. لا، إحنا هنكمل الموضوع وأنا كل تمام بعد خطوبك. طيب أنا لازم أمشي، حساس. لا، الراجل قام يعمل الكركديه. ابقى سلمني عليه، حساس أنا. طيب نورتي، مع السلامة. بس اطمني، هنلبس الدبل وهنتصور عند النافورة وكل حاجة. الكركديه ايه ده؟ راحت فين المزة؟ ما استحملتش حنيتك طارت. انا كنت حاسس كده برضه. كركديه ساقع في الحالة اللي انا فيها دي، مفتري.